أنا بدي أرحب بدكتورة نجوى قبيلات أمين عام وزارة التربية والتعليم معنا عبر الهاتف. دكتورة مساء الخير، أهلا بك في نبض البلد بداية. يسعد مساك أخ محمد، يسعد مساء ضيوفك والسادة المشاهدين. دكتورة، اليوم عم حديث الأهالي، حديث الشارع عن قضية المدارس، عودة المدارس، تسجيل إصابات، إغلاق مدارس، العودة للتعليم عن بعد. بداية، كم مدرسة اليوم سجل فيها إصابات بكورونا؟ طبعا المدارس اليوم بلغ عددها 21 مدرسة. نعم. في جميع السلطات، يعني سواء كانت الأونروا أو التعليم الخاص أو مدارس وزارة التربية والتعليم أو الثقافة العسكرية. نعم، 21 مدرسة فقط من سجل فيها إصابات. نعم. هل ثبت نقل العدوى دكتورة نجوى ما بين الطلبة أو ما بين المعلمين وطلبتهم؟ أخي العزيز، طبعا أنت تعلم إجراء وزارة التربية والتعليم أن المدرسة التي يسجل فيها إصابة مؤكدة، نعم، تتحول مباشرة من التعليم المدرسي إلى التعليم عن بعد. فتقوم وزارة الصحة مشكورة من خلال فرق التقصي الوبائي بحصر المخالطين وأخذ عينات. للآن لم تبلغ وزارة التربية والتعليم بأي إصابة من، يعني تم نقل العدوى إلها، نعم، من خلال مخالطة معلم أو طالب، حيث بلغ عدد الطلبة المصابين في هذه المدارس 16 طالب وطالبة، في حين أن عدد المعلمين 6 معلمين ومراسلة في إحدى المدارس الخاصة. إذا تمام دكتورة، يعني إحنا بنحكي عن 16 طالب وطالبة، 6 معلمين ومراسلة في أحد المدارس الخاصة. وأنا بدي أسألك بوضوح، اليوم مجموع مدارسنا اللي الأونروا والثقافة العسكرية ومدارس وزارة التربية والتعليم والمدارس الخاصة، واسمحي لي قبل ما تجيبيني أنا بجيبي على سؤالي، ونوه فقط أن الصور والمشاهد التي نتابعها هي مشاهد أرشيفية قديمة وليست للعام الدراسي الحالي، فقط للتنويه، اخطأت التنويه على ذلك، لأنه المشاهد التي تتابعونها هي مشاهد قديمة وليست مشاهد حديثة لمدارسنا. فدكتورة سؤالي، كم عدد المدارس اللي الموجودة في المملكة اليوم اللي بشغالة؟ نعم. وكم عدد الطلاب اللي التزموا بمقاعد الدراسة انت كرمت؟ نعم، سأعطيك الرقم حتى اليوم للمدارس التي تم إعطاء رقم وطني لها وأدخلت على منظومة الأوبن إمس، لأن هناك مدارس الآن نعطي لها أرقام وطنية وستدخل على الأوبن إمس حتى نهاية الأسبوع. الآن المدارس المدخلة حسب المنظومة 7633 مدرسة في جميع القطاعات، منها مدخل 3949 مدرسة حكومية. نعم. في حين أن إجمال الطلبة الذين الآن على منظومة الأوبن إمس لهذا العام والإدخال مستمر 2 مليون طالب تقريبا. نعم. منهم 1,480,667 طالب في مدارس الحكومة. نعم. قديش نسبة الالتزام دكتورة نجوى اليوم من طلابنا، من أبناء الطلبة؟ اليوم عدد حضور الطلبة، أنت تعلم أن عدد مدارس كبيرة تعمل بنظام الدوام بالتناوب. نعم. فبالتالي اليوم حضور وغياب اليوم لمدارسنا الحكومية 690,419 طالب. من أصل تقريبا 700,000 طالب كان المفروض أنهم يكونوا مداومين اليوم، في حين أن التحق في رياض الأطفال الحكومية لهذا اليوم 35,424 طالب. نعم دكتورة، بس أكد على معلومة أنه لم تسجل حالات انتقال عدوى داخل مدارسنا في المملكة، وأننا لغاية الآن. نعم. حسب يعني المعلومات اللي تصلنا من وزارة الصحة هذه الإصابات فقط التي سجلت، ولكن تصلنا أحيانا حالات أن إخوة، نعم، يكونوا مخالطين لأم مصابة، فبالتالي يكونوا معها بالحجر مثلا، أو والدهم، يعني تكون الإصابات كلها من أسرة. إذا لاحظ يعني كثير من الإصابات، أنت لما تقارن عدد الطلبة المصابين زائد المعلمين، نعم، هو زائد أكثر من عدد المدارس المغلقة اللي هي 21. نعم. فهذا يدل أن بعض الإصابات هم أخوة في نفس المدرسة أو أخوات من نفس المدرسة. واضح. بسؤال أخير، لا عودة للتعليم عن بعد في هذه المرحلة، ووضع العام الدراسي جيد، ووضعنا وبائيا في التعامل مع العام الدراسي جيد، وإجراءاتنا في وزارة التربية جيدة،
لذلك سيستمر العام على ما هو عليه وسيستمر الإجراء على ما هو عليه في هذه الفترة، صحيح؟ للآن خليني أنا أنبه لنقطة أخي العزيز. تفضل. أنت تعلم أن قبل بدء دوام الطلبة بواحد تسعة تم عزل منطقتي الربوة والأشرفية. نعم. فيهم 45 مدرسة، اليوم تم رفع الحظر أو العزل عن مدارس الربوة وعددها 28 مدرسة. نعم. طبعا من جميع القطاعات، وفي نية ما بعرف هلا الآن يعني لم يؤكد الخبر، قد يصدر أمر بعزل منطقة غور الصافي فيها تقريبا 12 مدرسة، في مدرستين أصلا تم الصبح تم التحويل التعليم فيها من التعليم المدرسي إلى التعليم عن بعد. نعم. فبالتالي إن اتخذ القرار، سنتابع اليوم إن اتخذ هذا القرار، سيتم تحول 10 مدارس بدون تسجيل إصابات فيها، ولكن لأنها واقعة ضمن منطقة العزل داخل غور الصافي. نعم. سيكون هناك 10 مدارس. إن التزم أبنائنا الطلبة بشروط التباعد الاجتماعي، والحمد لله رب العالمين بتعاون زملائنا المعلمين بإذن الله تعالى إنه نحاول إنه يكون نحد من موضوع العدوى، وإنه الإصابة التي تظهر يتم مباشرة التحول للتعليم عن بعد، فبالتالي نحد من عملية انتشار العدوى بين الطلبة. ولكن أرجع وأكد أخي، 21 مدرسة من أصل 7633 مدرسة، يعني نسبة قليلة لا تصل إلى نصف بالمئة بالمئة. مرة ثانية ستي آخر نسبة. 21 من أصل 7633 إذا أنت قسمتها تطلع 0.25، يعني 25% بالمئة. يعني أقل من نصف بالمئة. نعم. أشكرك كل الشكر دكتورة نجوى، كل التوفيق، سنبقى على تواصل معك ومتابعة دائمة لمدارسنا. التعليم عن بعد فقط للمدارس التي يكتشف فيها حالات، النسبة حتى اللحظة 25% بالمئة، والعام الدراسي باق، وطلبتنا سيتوجهوا إلى المدارس، وسنبقى على حالنا اللي اليوم بنعيشه، ونسبة الحضور عالية جدا، وهذا أمر مبشر.